نقرا المشروع ونقرا غير المشروع. نقرا المشروع بالتاكيد ان لها فوائد، سواء بالنسبه للمهاجر، بالنسبه للدوله المصدره، او بالنسبه للدوله اللي بتتلقى الهجره، نظرا للتغيرات الديموغرافيه اللي بتحصل في بين الدول وبعضها البعض. عندنا في الوقت الراهن في اوروبا الاوضاع الديموغرافيه، شعوب ومجتمعات بتنمو في الاعمار، وليس هناك تجديد يقتضي استقبال المهاجرين ليستطيعوا ان يدعموا المجتمع وحتى يستطيعوا ان يكون قوه منتجه وفاعله. ولكن ايضا حتى الهجره المشروع لها مدار بالنسبه خاصه للدول المصدره للهجره، لانها بتضع عبء، لانه عاده الهجره المشروعه بتنتقي من المجتمع افضل ما لديه من عناصر، ومن هنا التعبير البرين درين، افتقار المجتمع الى اهم واكفا عناصره من الشباب لاستقطابهم من قبل دول اخرى تحتاج اليهم، سواء من الناحيه العلميه او من ناحيه الكفاءات والقدره الانتاجيه اللي تعوض التغيرات الديموغرافيه اللي بتحصل في هذه المجتمعات.